الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. خلق الخلق بقوته وأمرهم بعبادته وجعل ذلك سبيلا إلى رحمته، فله الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الخلاق العليم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله وخيرته من خلقه، خير من صلى وصام وأفضل خلق الله أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فادعوه بها. إننا نتحدث عن أسماء الله العظمى، أسمائه الحسنى التي أشاد بها وأثنى، فقال جل في علاه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنتكلم عن اسم من أسماء الله عز وجل به كان هذا الكون، وعنه صدر هذا الخلق. إنه اسم الله الخالق، تبارك الله أحسن الخالقين. ذكر الله تعالى هذا الاسم في محكم كتابه وأثبته لنفسه: هل من خالق غير الله سبحانه وبحمده. الله خالق كل شيء جل في علاه سبحانه، لا يقدر الخلق قدره. وقد ذكر الله تعالى هذا الاسم بصيغة أخرى تدل على عظيم اتصاف الله بهذا الوصف، فقال جل في علاه: إن ربك هو الخلاق العليم. وقال سبحانه: بلى وهو الخلاق العليم. وهذان الاسمان معناهما واحد، يدلان على أن الله تعالى متصف بالخلق. وقد ذكره الله في جملة من الآيات الحكيمة، فقال: هو الله الخالق البارئ المصور. وهنا نعلم أن الخالق والبارئ والمصور أسماء متعددة تدل على معاني مختلفة، وإن كان الخلق يشمل ذلك كله، لكن البارئ له من الاختصاص في الخلق ما ليس للمصور، ما ليس للخالق، فلذلك لما اشتركت دل كل واحد منها على معنى مختلف. لكن في الإطلاق الخالق هو البارئ، الخالق هو المصور جل في علاه، والخلق هو الإبداع، الخلق هو التكوين، الخلق هو الإيجاد، الخلق هو التقدير. هكذا قال أهل العلم في معنى هذه الكلمة، وهو معنى الاسم الذي جاء ذكره في كلام الله عز وجل وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم مضافا إلى الله جل في علاه. فالخالق هو المبتدع للشيء على غير مثال سابق، فالله تعالى خلق هذا الخلق على غير مثال سابق، فليس هناك مثال يحتذى. عندما أصنع قلما فإنني أصوره على صورة حاضرة في الذهن لأقلام أخرى، لكن في خلق الله جل وعلا فإن الله قد خلق الخلق على غير مثال سابق، هو المبدع بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى. والله تعالى له الخلق كله، فكل ما في السماوات والأرض هو خلقه جل في علاه، ألا له الخلق سبحانه وبحمده. فكل شيء في الكون هو خلق لله سبحانه وبحمده، أنشاه سبحانه وأبدعه على أحسن ما يمكن من الخلق والإبداع، فتبارك الله أحسن الخالقين. إن هذا الاسم العظيم ثابت لله عز وجل في كتابه وفي كتابه جل وعلا، وقد ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في أحاديث عديدة.
الإيمان بهذا الاسم مفتاح من مفاتيح التوحيد. ولذلك فإن الله تعالى أول ما خاطب رسوله الكريم ذكر الخلق، قال جل في علاه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. إنه ذكر الوصف الذي لا يمكن أن ينازع فيه، الوصف الذي يقتضي الامتثال، الوصف الذي يقتضي الإقبال. الآن أنت عندما تشتري جهازا ماذا تقتني مع الجهاز؟ تقتني مع الجهاز الكتاب الذي أعده صانع هذا الجهاز لتحسن استعماله وتعرف كيف تستفيد منه وتوجهه التوجيه الذي تريد وتتوقع الأخطار التي يمكن أن تفسد عليك جهازك. هذا الخلق هو صنع الله جل في علاه، وهذا الكتاب القرآن العظيم هو رسالته جل في علاه لعباده. كيف يحفظون هذا الخلق وكيف يمشون فيه وكيف يتعاملون معه؟ لإدراك مصالح المعاش وللفوز في المعاد والآخرة. إن العبد إذا تأمل أن الله خالقه لم يجد بدا من أن يتوجه إليه، فامتلاء القلوب بأن الله هو الخالق يمنعها ويحول بينها وبين أن تنصرف إلى سواه، فإنه لا سكن لها ولا طمأنينة ولا لذة ولا ابتهاج ولا سرور إلا بأن تلجأ إلى الله الذي خلقها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو العليم بدقيق الأمر وجليله، مما يصلحك وإما يكون فيه نفعك. لذلك لا تلتفت إلى سواه، وتذكر في كل شأن أن الله خالقك سبحانه وبحمده. وإذا كنت تريد الفلاح فارجع إلى الخالق الذي الرجوع إليه وتحقيق العبودية له هو من أسباب الفلاح والنجاح. أول آية أمر الله تعالى بها، أمر الله تعالى فيها بالعبادة في محكم كتابه، ذكر الخلق. في سورة البقرة يقول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أمر الله بالعبادة ثم ذكر المسوغ، لماذا نعبده؟ لأنه الذي خلقنا. يا أيها الناس خطاب لعامة الناس، جميع من يبلغه هذا الخطاب من عربي وعجمي، من يفهم هذا البيان ويبلغه هذا الخطاب، يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن نحن نعبده جل في علاه لأنه خالقنا، وصرف العبادة إلى غيره ضلال وبعد عن الصواب والرشد. لذلك كان القرآن في أشد حججه على إبطال التوجه إلى غير الله تعالى هو أنهم لا يخلقون. قال الله تعالى: هل من خالق غير الله؟ ليس ثمة خالق سواه. هذا الاستفهام للنفي، أي أنه لا يوجد خالق غير الله. وإذا كان لا يوجد خالق غير الله فقبحا لتلك العقول، فإنها عقال على أصحابها ووبال حيث صرفوا العبادة لغيره جل في علاه. الله سبحانه وبحمده يخلق ما يشاء، كما قال جل وعلا: كذلك الله يخلق ما يشاء، وهو يختار من خلقه ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فليس لأحد في خلق الله عز وجل تدخل، ولا له في خلق الله عز وجل حظ أو نصيب حتى توجه العبادة إليه أو يطاع أمره، بل خلق الله دال على أنه لا يستحق العبادة سواه. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. إن الله تعالى يقول: هذا خلق الله، ما تشاهدونه في السماوات وفي الأرض وفي الأنفس خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. بل الله جل وعلا تحدى الناس جميعا
ليس في زمان ولا في وقت الثورة والصناعة، بل من آدم إلى آخر بني البشر، تحداهم أن يخلقوا ذبابا، أحقر المخلوقات في أعين الناس الذباب، كل أحد إذا وقع عليه الذباب قال به هكذا. هذا الذباب الحقير لا يستطيع الناس ولو اجتمعوا وأوتوا من القوة والقدرة ما أوتوا، لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا، قال ولو اجتمعوا له. وبالتالي نعلم أن هذا إعجاز من رب العالمين، وأنه لا سبيل لأحد أن يتطرق إلى أخذ حق الله تعالى في أنه رب العالمين وأنه الإله الذي لا يعبد سواه، لأنه عاجز عن الخلق. لهذا جبير بن مطعم لما سمع قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي أن يطير. ليش؟ لأن حجة دامغة لإبطال كل تعلق بغير الله عز وجل. فشعر أنه انفتح له نور، فتح له باب يعرف به بطلان ما هم عليه من الشرك والكفر. إن الله تعالى بث في هذا الكون ما يدل على عظيم صنعه وجليل حقه. تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، كل شيء سواه فهو باطل وضلال وضياع. تشير بإثبات الصفات لربها فصامتها يهدي ومن هو قائل، كلها تهدي إلى الله جل وعلا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وكل من صرف العبادة لغير الله، هؤلاء الذين يستغيثون بغير الله فيصدحون بأسمائهم ويهتفون بهم في الكربات والشدائد والنوازل، وهؤلاء الذين يذبحون لغير الله ويسجدون لغيره، وهؤلاء كثر في الدنيا ليسوا قليل، إنهم أكثر الخلق. هؤلاء يقال لهم أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، كيف يكون هذا عقلا وكيف يقبل هذا فكرا؟ إنه لا يكون إلا عندما تنتكس الفطر وتعمل بصائر. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. كيف يصرفون أنفسهم وكيف يصرفون تصرف قلوبهم عن الإيمان بالله والتسليم له جل في علاه. اللهم إنا نسألك من فضلك بصيرة نميز به بين الحق والباطل. اللهم من علينا بالفرقان الذي نعرف به الهدى ونتوقى مواقع الردى. أعنا على طاعتك واستعملنا في مراضيك، واجعلنا من حزبك وأوليائك. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم فادعوه بها، استودعكم.